ومن التقرير إلى داخل الاستوديو سامح حيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والعضو السابق بإحدى الجماعات المتطرفة بضيافتنا في هذا الفاصل. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية فضيلة الشيخ، أكيد مكمل معنا، بنرجع بنحييك مرة جديدة. ودكتور هاشم كمان أهلا وسهلا فيك. ما بعرف الدخول في هذا الموضوع هو عبارة عن متاهة بحد ذاتها، جهات كانت فكرة واليوم الجهات صار فكرة تانية ومختلفة. في ذاك الوقت شو كان الجهات بالنسبة لك سامح؟ لا، هو الجهاد طول عمره حاجة واحدة، يعني هو الفكرة، بس هو كان الإخوان في السبعينات لأنهم كانوا خاضوا تجربة 65 و54 وكمان 81، فكانوا بيسموه العنف المؤجل. مصوبة حاطط في ذهنه حاجة اسمها الخلافة الإسلامية، بعد الدولة الإسلامية يبقى لازم تحارب، ما انت هتكون الدولة الأول وكده هتضم الدول اللي حواليك بالقوة. وبعدين فكرة أستاذية العالم اللي هي السيطرة السياسية والعسكرية على الكرة الأرضية، دي كانت فكرة حسن البنا الأساسية، إنما هو من منطلق المواءمات مات، فبيسموه العنف المؤجل لأن احنا مش قد الدولة دلوقتي. وحتى كان مضمون المراجعات اللي عملها الجماعة الإسلامية في التسعينات كانت نفس الفكرة، يعني هو ما تخلاش عن الفكرة الأساسية إن هو عايز يعمل الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، ولكن هو بيقول ان احنا جيش قوي، فاحنا يعني دخلنا في صدام احنا مش قده، دي الفكره، انما لما نبقى قده نخوض. يعني هم ما لغوش، اصل المشكله ان فكره الخلافه الاسلاميه عند الشيعة من الاصول، عند حسن بنا من الاصول، عند الازهر من الفروع، هي سواء من الاصول او من الفروع مشكله. انا شايف انها لا من الاصول ولا من الفروع، لانها سواء من الاصول هتبقى فرض على كل مسلم ان هو يقيم الخلافه الاسلاميه، وعشان تقيم خلافة إسلامية لازم حرب ولازم دماء ودماء مسلمين في الأول عشان توحد وتضم، انطلاقا من منطلق حروب الردة في عهد أبو بكر الصديق. لو من الفروع هتبقى مش فرض بس تبقى واجب، يبقى برضو أصبح إن أنت المسلم مطالب إنه يعمل الدولة الإسلامية، رغم إن هو المفهوم الأساسي إن موضوع أبو بكر الصديق ده عايز يتحلل، لأن هو في النهاية هو ليس وحيا، ولكن في النهاية مش شرط يكون المسلمين دولة واحدة. الأساس إن أنت في الدولة اللي أنت فيها تقيم العدل. القضية دي مش قضية سهلة، لأنها للأسف الشديد تجذرت عند جزء، مش المشكلة بقت مشكلة الإخوان دلوقتي بس، على فكرة الإخوان والمجال العام ترك بالتيار الديني من خلال 10 قنوات في عصر حسني مبارك، وتغلغل أيضا جوه جزء من الأزهر بدون تعميم يعني، فأصبحت فكرة عامة. أنت لو نزلتي بالكاميرا بتاعتك وناقشت المواطن عادي هيكلم لك عن تطبيق الشريعة الإسلامية وعن الدولة الإسلامية. في مشكلة تانية كبيرة، ان جزء كبير من الشعب المصري يتعدى 30 مليون عاشوا في السعودية او في الخليج، بس بدرجة اكتر في السعودية الطبقة المتوسطة بالذات. خليني احكي شوي عن حالتك، انت كنت تدعو الى التعبئة صح؟ كنت هيك تشتغل فيها بهذا الاطار؟ طبعا، بس احنا كان شو المقصود منها، بس اشرح لي شو كنت دورك تحديدا؟ احنا دلوقتي مبدئيا خطبوا في المساجد، الشيوخ الكبار بيقولوا، وانا لما كنت في الجامعة كنت بطلع اخطب، واحيانا وانا في ثانوي، ويجمعوا الناس الاول في المسجد، يجمعوا 50 60، بنعمل عمليه بيسموها التدويب الاجتماعي، لان الاخوان كانوا خبره قوي في موضوع الدعوه الفرديه وعاملين لهم كتب. عباس السيسي ليهم ادبيات في فكره ازاي تستقطب الاشخاص، وبعدين ما بتدخلوش في ازمه مع التوحيد والعقيده زي السلفيين وافكار معقده، لا انت الاصل بيبقى تنس طاوله، رحلات، معسكرات، الاصل امور ترفيهيه، والجزء الديني بسيط جدا في البدايه، بيمرق بشكل لطيف، بس هو بسيط، بس موجه، يعني كل مدروس، كل صوره لها مغزى معين، يعني بيفصل بيت الارقم دي معناها الدعوه السريه، بيعه العقبه دي البيعه، يعني كل امور لها حسابات خاصه، وان كانت بسيطه الامور الدينيه بسيطه جدا، والاكثر الامور الاجتماعيه، بحيث ان الشخص بعد فتره ينعزل عن اصدقائه المقربين ويصبح كل اصدقائه داخل هذا الجيتو اللي هو المجموعة اللي حواليه. مع الوقت بيسمع فكر واحد بيتكرر من كل المجموعة بالتتابع والتكرار لغاية ما تشربه ويبقى جزء من تكوينه الثقافي. بعد كده أصدقائه اللي هم خارج التنظيم حاجة من اتنين، يا إما يضمهم للتنظيم مع الوقت، يا إما يتخلى عنهم تماما، يبتعد عنه نهائيا تمام. وبعدين بقى عندك المجال العام اللي هو الناس اللي في المسجد اللي هم ما بيدخلهمش للمرحلة التانية اللي هي المنتظم وبعد كده المنتسب، لأنه ربما صفاته الشخصية، عنده مشاكل اسريه بشكل او برضه، انت مش عايز من طبقات متدنيه قوي اجتماعيا تثقلك الا اذا كان واحد يعني جينيوس يعني، او واحد يعني عبقى متفوق دراسيا او كذا، انما متدني تعليميا
ومتدني اجتماعيا، يبقى ده هيعوقك تخليه في المستوى اللي تحت اللي هو يعني العالم. عن سابق تصور وتصميم الاختيار، ادبيات عن خبره طويله تمتد ل 80 سنه، معمول فيها كتب. طيب. يعني اتعمل فيها كتب دكتور.